مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ناتي بانطلاقه جديده من انطلاقات هذا الصباح، وهذا هو شوطنا 29. نذكر بانطلاقه الفتره المسائيه بمشيئه الله وتوفيقه سوف تكون في تمام الساعه الثانيه من ظهيره هذا اليوم. ايضا كما نذكر بان التوقيت الافضل مع المختبر لحمد بن نافع الشدي المنصوري هو صاحب التوقيت الافضل 5:48 وفاء وتماما وكمالا، وما زال صامد التوقيت الزمني مع الشدي. تهانينا له الناموس. هذا هو شوطنا ايضا 29 مباشرة الى الظبي اللي في المركز الاول، الدحبة بن سالم بن سهيل بن الويع العامري، بينما اللي في المركز الثاني الوصول والدخول من تأويل لسعيد بن حمد بن مبارك المهيري، يصل شعار راعي مطيلة مع تأويل على المركز الثاني، بينما اللي في المركز الثالث الوصول من مياسة محمد بن عيسى بن محمد المنصوري، نقلة مباشرة الى المركز الثالث او المركز الرابع في هذه اللحظات. تدخلات من خلال تواجد هذا الاسم مشكورة لمحمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري، وصل بهذه اللحظات على المركز الرابع المركز الخامس. هنا تاتي مثايل خليفه بن علي بن مهير بن بليشه الكتبي في المركز الخامس، المركز السادس الوصول بهذه اللحظات القادمه شمردله حمد بن جعفر بن سهيل بن مرخان، يصل بالمركز السادس والمركز السابع من الزاويه الاخرى. دخولها جميل، تحديها مثير، القادمه اهتمام خلفان بن محمد بن قاسم بن براك المزروعي، ووصول الاخر وتحدي مثير من خلال تواجد شاهينيه عبد الله بن طالب بن حمد الفيده المري، وتحديات اخرى ايضا متقدمه من الزاويه الاخرى. هكذا الشوط وهكذا الاسماء القويه، نتمنى للجميع التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى المركز الاول، هذه ظبيه الدحبه بن سالم سهيل بن الويع العامري، ولكن ينخطم من خلال هذا الاداء الكبير مياسه محمد بن عيسى بن محمد المنصوري، خذت المركز الاول دخول على المركز الثالث من خلال تواجد مشكوره محمد بن مبارك بن راهد بن حمد المري، وصل شعار ايضا البطين، يصل مع الشاهينيه عبد الله بن طالب بن حمد الفهيد المري. اهالي عجائب قادمين على المركز الرابع المركز الخامس. تاتي تاويل سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، وصلت الاسماء، تدخلت الشعارات القويه القادمه هنا المنطلقه بغداد، علي بن راشد بن سعيد بن خميس السعدي، وصل شعار السعدي، اول لدى للسعدي، منعطفنا الاخير ودخلنا كيلونا الخطير. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه مشكوره في موقع مشكوره محمد بن مبارك بن راهد بن حمد المري على الصداره الاولى على المركز الاول. السعدي يتقدم على المركز الثاني، يقدم هذا الاسم السعدي هنا بغداد علي بن راهي بن سعيد بن خميس السعدي، والمركز الثالث الوصول بالمركز الثالث. هذه الذهيبه سلطان بن سيف بن مطر بن مبارك عفوا بن غويث وصل، بن غويث تدخل، ولكن من القادم هنا؟ الشبله حمدان بن محمد بن حارب الدرعي، وصلت ايضا هناك وزن مانع بن سعيد بن راهد بن شامان المنصوري، غير بن شامان، يبغى السلامات الى اهالي الظفرة. يقدم هذا الاسم، ينطلق على صدارة الأولى، سرعة فائقة هنا، تحدي مثير، أداء كبير. يا سلام، الذهيبة بن غويث وصل، وبن شامان صامد، والدرعي هناك بن حارب يحارب من أجل الفوز والانتصار، ولكن هنا الذهيبة، أهالي طوي السمان ينتظرون السلام، ولكن عودة شعار بن شامان، ولكن الذهيبة خط النهاية. المركز الاول، تهانينا والناموس لسلطان بن سيف المطر الكتبي. المركز الثاني وصلت فيه المركز الثاني وزن مانع بن سعيد بن رايد المنصوري، المركز الثالث تحديات السيده لمحمد بن عبد الله بن طير العامري، المركز الرابع وصول من الشبله حمدان بن محمد بن حارب الدرعي، والمركز الخامس تحديات اللي هي بغداد علي بن راي بن سعيد الخميس السعدي. تهانينا والناموس
على هذا الفوز والانتصار. قوة، إثارة، تحدي مثير وصلتنا من خلال هذه الأداء حتى أيضا هناك تصل في المراكز المتقدمة أيضا من خلال هذا التنافس القوي، وتفاجئنا في الأمتار الأخيرة. ولكن ضحيبة هي أيضا من ذهبت بالسلامات. تهانينا لسلطان بسيف بن مبارك بن غوية الاكتبي، هو من فاز مع ضحيبة في هذا الشوط حيث قطعت مسافة الأربعة كيلومترات. تحديات مثيرة في ثاني أيام هذا المهرجان الختامي السنوي هنا في عاصمة الميادين. ضحيبة وشعار بن شامان 5:59 جزئيني من الثانية. تهانينا لمالك ذهيبة سلطان بسيف بن مبارك الاكتبي، المركز الثاني في وزن وصلت له مانع بن سعيد بن راشد المنصوري حيث قطعت مسافة السباق. وزن في 3:59.05. تهانينا والناموس لمالك وزن مانع بن سعيد بن راشد المنصوري على هذا الفوز والانتصار. بينما هناك المركز الثالث هذه اللي ما يبنى لها طاري، ايضا الحوكه قوي واداها مميز بالفعل. 6 دقائق وجزء 1 من الثانيه، سرعه فائقه قدمت وعرض تشكر عليه سيده محمد بن عبد الله بالطير العامري. تهانينا والناموس لكل الفائزين. والشوط الختام هنا مشاهدينا الاعزاء، ونعيد التذكير.